إذن هي عودة للتشارك مرة أخرى، هذا الشعار الذي انطلق به منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الاقتصادية. دكتور، يعني تشارك على كافة المستويات وفي كافة المجالات يخرج من الأراضي المصرية بمشاركة شباب العالم وممثليهم من دول العالم كافة وكافة القارات. كيف ترى هذه الفعالية وما يمكن أن تخرج به من إجراءات فاعلة لجيل المستقبل؟ بعد التحية لحضرتك ولكل المشاهدين، يعني تعادلت توصف بوضع مصر النهاردة ومصدر ثقة كبيرة جدا في الدولة المصرية على كافة المستويات، على مستوى الأمن والسلام والاستقرار، ونقلة كبيرة جدا لرؤية الدولة المصرية لشبابها المنتدى في نسخته الرابعة، بيعكس وضع مصر ورؤيتها للشباب، شباب من 196 دولة مختلف القارات، تعاون ورؤية لمصر بشكل مبهر. حفل افتتاح النهاردة كان أكثر من رائع ونقل صورة كبيرة جدا، موضوعات تناقش في ورش عمل وفي جلسات في كافة المحاور وكافة المجالات، حياة كريمة، التغيرات المناخية، ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، دور الشباب في وافكارهم في هذه الموضوعات. يجب ان نفخر ان احنا مصريين وان هذا المنتدى يتم على ارض مصر، وبينقل صوره قويه جدا. تحدث سكرتير عام الامم المتحده ورئيس منظمه الصحه العالميه في الافتتاح عبر الفيديو كونفرنس، حفل مبهر ووضع لمصر قوي جدا على كافه المستويات. نعم، إجراءات فاعلة اتخذت على الأرض، إجراءات احترازية في ظل جائحة كورونا، تنعقد مثل هذه الفعالية الكبيرة والحدث العالمي على الأراضي المصرية، لكن أيضا حدثني عن ريادة الشباب وكيفية التشارك فيما هو قادم ما بين دول العالم ومن خلال فئة الشباب، هذه القوة الضاربة في أي مجتمع للنهوض به وتحقيق التنمية المستدامة فيها. طبعا هاخد من سؤال حضرتك واشرح لك النموذج الفعلي اللي احنا طبقناه امبارح في ورش العمل في شرم الشيخ هنا في المنتدى. ورش العمل بتجمع الشباب من كافه الجنسيات، بيقعدوا مع بعض وبيبداوا يناقشوا الموضوعات الخاصه بالورشه بشكل منظم، بنخرج افكار كبيره جدا ومن ثقافات مختلفه، وتعاون ضخم جدا بين الشباب. بننقل كمان صوره حقيقيه للوضع المصري والوضع داخل الدوله المصريه بشكل قوي جدا. هذه الافكار وهذا التعاون بيخرج في نماذج تكون افكار لكيفيه حلول العديد من المشاكل في المستقبل. كان امبارح في ورشه عمل عن التغيرات المناخيه ودور الشباب فيها في المرحله القادمه، خاصه ان مصر تستضيف كوب 27، وكان هام جدا هذه الورشه. ايضا حياه كريمه ورؤيه العالم لوضع لا يتم في العالم باسوء، عمل حياه كريمه في 3 سنوات وتطوير الريف المصري وخطه قوميه للتنميه المستدامه بهذا الشكل السريع التي تتم في العالم كله، وفعلا انجاز مصري كبير جدا. ايضا موضوعات اخرى تتعلق برياده الاعمال وتشجيع الشركات الصغيره والمتوسطه والشباب في الدخول في سوق العمل بشكل كبير جدا. كل هذه الافكار كانت نموذج ورؤيه للتعاون ما بين الشباب المصري والشباب من كافه دول العالم الذين افادوا بثقافتهم بلدهم، وفعلا كان في تعاون وتشارك ضخم جدا مفيد على كافه المستويات، ونقل صوره حقيقيه للشباب المصري الواعي القادر على تحمل المسؤوليه في المرحله القادمه. نعم، ردود الفعل والاحاديث التي تثار والنقاشات التي تدور في اروقه المنتدى، يعني كيف رصدتها والرسائل الكامنة من بين هذا الانعقاد وهذه التشاركية على الأراضي المصرية؟ خلينا نقول إن المنتدى في نسخته الرابعة ورغم الظروف الصعبة الخاصة بجائحة كورونا، كان هناك تحدي صعب جدا على إقامة المنتدى في وسط هذه الجائحة، إلا إن الإجراءات الاحترازية والتنظيم والشكل العام للدولة المصرية أفاد به جميع الشباب من كل الجنسيات. التعاون ايضا ما بين الشباب من كافه الجنسيات، والنهارده بنتكلم على افكار من افريقيا واوروبا واسيا وكافه وامريكا وكافه القارات، فيما يتعلق بكيفيه التفكير في المستقبل، كيفيه وضع افكار مستقبليه وتطور والمهن التي سوف تستحدث في المستقبل، والمهن التي سوف ليس لكلها وجود، افكار تتعلق بكيفيه التعاون بين الدول والتشارك،
وكيفيه حلال المشكلات. احد الورش كانت تتعلق بمشكله المياه ووضعها، وده كان نقله كبيره جدا لافكار تخرج من الشباب على مستوى العالم وتنقل صوره الشباب المصري الذي يسعى الى الحل والتنميه في كافه دول افريقيا وكافه دول العالم، ولكن احترام حقوق كل دوله في المياه بشكل قوي جدا. التشارك ما بين السياسيين والقاده اللي قدموا كل الدعم للشباب في التعاون معاهم ونقل افكارهم من مسؤولين ووزراء، والتعاون ما بين الشباب وبينهم كان على افضل المستويات، وحضور وزراء ورش العمل نقله كبيره جدا في الفكر المصري ونسخه رابعه مميزه جدا لمنتدى شباب العالم. نعم دكتور أحمد، مبادرة رئاسية بحياة كريمة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري خاصة في الريف والقرى الأكثر احتياجا، هذه المبادرة لم يكن لها الأبعاد الاجتماعية فقط لكن أيضا الأبعاد الاقتصادية التي سيكون لها الأثر والصدى فيما هو قادم من تنمية داخل الدولة المصرية أو حتى في مستوى اجتماعي صحي داخل المجتمع المصري. يعني كيف تخرج بهذه التجربة وتخرج بعرضها إلى العالم بالشكل الأمثل لأنها الأكبر من حيث الكم والكيف ومدد التنفيذ؟ طبعا النهاردة إحنا لازم نكون فخورين جدا بتجربة حياة كريمة وتجربة تنمية الريف المصري، أبعاد ضخمة جدا تعكس الجمهورية الجديدة، تعكس مصر الحديثة، تعكس ان في تطور وان كافه مواطني الدوله المصريه على قدر المساواه والدوله تراهم بشكل واضح. اهتمام بقرى الريف المصري، اهتمام بتطويرها، التطوير على كافه المستويات. التطوير في البدايه يبدا بالبنيه التحتيه بمشروعات طرق وكباري ومشروعات كهرباء ومياه وصرف صحي ضخمه جدا في كل المحافظات وفي كل القرى. صرف ارقام ضخمه جدا تتعدى 800 مليار جنيه. الانجاز الاعظم وهو انجازها خلال 3 سنوات على حوالي 4500 قرية، وهو المشروع ده كان المفترض يتم في 15 سنة، النهاردة مصر بتنجزه في 3 سنوات وبخطوات واسعة وخطوات واثقة من نجاحها. مشروع بينقل النهاردة رؤية للعالم الخارجي على قدرة الدولة المصرية على تنمية كافة أبنائها. التنمية بعد ما بنخلص البنية التحتية بندخل في مرحلة ثانية هي مرحلة التعليم والصحة. عمل مستشفيات وتطويرها وعمل مدارس وتطويرها على افضل المستويات في كافه ربوع مصر، دي نقله كمان على محورين اساسيين هم التعليم والصحه، ثم انشاء المصانع والمجمعات الصناعيه لتشغيل الشباب لتقليل نسب البطاله، كل هذا يصب على الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا لان تقليل نسب البطاله وتشغيل الشباب من اهم محاور الاقتصاد بشكل كبير جدا، عمل استثمار في محافظات الصعيد وسيناء وكافه الربوع المصريه وتطويرها، ده بيعكس وضع قوي جدا، زياده مستحقات الاراضي الزراعيه وتصدير السلع الزراعيه وزياده الصادرات المصريه، كل ده النهارده افاده كبيره جدا وابهار للعالم كله بنجاح التجربه المصريه في حياه كريمه. نعم، وهي استراتيجيه متميزه وقويه لبناء الانسان المصري على كافه المستويات، لكن ايضا ذكرت في معرض حديثك عن تنميه الصادرات. كيف تشكل تنميه الصادرات رقما فاعلا في معادلة الاقتصاد المصري وأيضا يعني تعزيز المكون المحلي داخل الصناعات المختلفة وتنمية الصناعة الوطنية؟ خلينا نقول إن احنا النهاردة بنتفرج على الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية بشكل واضح، بنشوف الجمهورية الجديدة إن في اهتمام في كافة محاور الدولة المصرية وكافة مجالاتها، افتتاح مشروعات في كافة المجالات، والنهاردة لما حضرتك بتتكلمي على الصادرات المصرية اللي عشان نقدر نصدر للعالم ونوصل للرقم اللي احنا بنقول ان ده اعلى معدل صادرات مصريه حصل منذ تاريخ مصر بما يقترب من 32 مليار دولار، واننا نستهدف 100 مليار دولار صادرات مصريه، فلازم يكون عندنا اهتمام بالانتاج واهتمام بالصناعه، والاهتمام بالانتاج والصناعه هو اهتمام بجوده المنتج المصري ليكون له تنافسيه في الاسواق العالميه وبالتالي يستزيد الصادرات المصريه، واستهدافنا التنافسيه بيخلينا النهارده واحنا بنعمل المنتجات المصريه بيتم رقابه كمان على جودتها وكيفيه انتاجها بشكل يجعلنا نصدر بشكل كبير جدا، لان الاسواق العالميه لا تدخل في اسواقها اي منتج، بل منتج له جوده معينه باسعار تنافسيه نعطي فرصه للتنافس على مستوى العالم.
الصادرات الزراعيه اللي انطلقت بشكل كبير جدا انطلاقه ضخمه جدا، بيعكس وضع الزراعه في مصر ووضع زياده الرقعه الزراعيه والاهتمام بالزراعه بشكل كبير جدا. الاهتمام بتوطين التكنولوجيا وتوطين الصناعه في مصر والاستفاده من المواد الاوليه والاستفاده من الثروه الحقيقيه اللي موجوده في مصر النهارده اللي كنا زمان ما بنستفدش منها خالص بنصدرها كمواد خام، النهارده اصبحنا نعيد انتاجها بشكل كبير وتخرج منتج متكامل للعالم الخارجي. كل هذا بيساعد على زياده رقم الصادرات، ونحن نستهدف على المدى المتوسط 100 مليار دولار على الصادرات المصريه بشكل كبير. نعم، افريقيا حاضره وبقوه من خلال تمثيل دولها وشبابهم على الاراضي المصريه، ومصر في القلب من القاره الافريقيه. تعزيز طرق التجارة العالمية، تفعيل اتفاقية التجارة الإطارية الحرة بين دول القارة الإفريقية، بشكل عام هذا التكامل الإقليمي والقاري بين مصر ودول القارة الإفريقية كيف ناقشتوه مع شباب العالم وشباب الدول الإفريقية بشكل خاص؟ بشكل مشرف جدا النهارده، والصور هتلاقيها من حضرتك مشرفه جدا على وجود شباب من كافه الدول الافريقيه وتعاون ضخم جدا على كافه المستويات. مصر عادت الى قلب افريقيا بقوه، وعادت قوتها في القاره الافريقيه بشكل كبير جدا. القاره الافريقيه لها العديد من الفوائد، خاصه انها تملك موارد طبيعيه ضخمه جدا. مصر بتساهم بشكل كبير جدا في نقل التكنولوجيا ونقل الخبرة المصرية، خاصة في أعمال البنية التحتية، وبنشوف تعاون كبير جدا ما بين العديد من الدول، تنزانيا وكينيا والعديد من الدول الأخرى اللي مصر النهاردة أصبحت لها مشروعات داخل هذه الدول، وتعاون ونقل خبرات في مشروعات بنية تحتية وبناء سدود ومشروعات ضخمة جدا، وشركات مصرية ومستثمرين مصريين أصبحوا يتوغلوا في أفريقيا بشكل كبير في حجم استثماراتهم، وده بيعود بالفايدة على المستثمر المصري، وبيعود بالفايدة على التعاون ما بين الدولة المصرية والدول الأفريقية، وبيؤتي ثماره في العلاقة الوثيقة التي أصبحت ما بين الدولة المصرية وتوسعاتها الإقليمية في الدول الأفريقية. النهاردة الشباب الأفريقي موجود على مائدة المنتدى بشكل مميز جدا، أفكار مميزة، تطور كبير جدا يحدث في أفريقيا، وكافة الدول الأفريقية تتطور بشكل كبير جدا. النهاردة طبعا بداية كأس الأمم الأفريقية، وكلام كبير جدا على الجانب الرياضي والفرق الأفريقية والنشاط الرياضي الأفريقي. كل ده النهاردة اتكلمنا فيه، اتكلمنا على النواحي الاقتصادية ودول الكوميسا والتعاون ما بين مصر واتفاقيات التجارة ما بين مصر والدول الأفريقية في المرحلة القادمة. كان فيه عديد من المحاور ما بين جعل أفريقيا قارة قوية وقارة تستفيد من مواردها بشكل كبير. نعم، لأنها القارة الغنية بثرواتها الطبيعية وبالطبع بالعنصر البشري فيها. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي ومستشار المجلس المصري للشؤون الاقتصادية.